في ولاية تطاوين في الأسبوع الأول من حملة الإدارة العامة للصحة العسكرية، إقبال مستمر من قبل أهالي الجهة على عملية التلقيح في مختلف المراكز القارة والمتنقلة التي تم تأمينها لتقريب الخدمات للمواطنين. إقبال كبير على التلقيح هدايا، والحمد لله. أنا ننصح الأخوان باش يلقحوا. لازمنا التلقيح بصراحة باش نحموا بعضنا، باش نحموا عائلاتنا أولاً، باش نحموا أهالينا زادة، بابا والأم، باش نحموهم، باش نحموا صغيراتنا زادة. حيي الجيش الوطني على هذا المجهود الذي قام به في ظرف وجيز جدا وعدد كبير من الذين تحصلوا على هذا اللقاح، وخاصة بالطريقة السلسة والمرنة. نقطة كما قلت لك مرة أخرى، نقطة متمركزة قارة في المساحة العسكرية، نقاط قارة في مختلف المعتمديات تاع ولاية تطاوين بمعدل 3 معتمديات يوميا، ونقاط وفرق متنقلة ليليا في جميع أحياء ولاية تطاوين حسب بالمجهودات مع السلطات الجهوية. إضافة نوعية قدمتها هذه الحملة ليسر إجراءاتها ووصولها إلى المناطق البعيدة والنائية وإلى الفئات الغير قادرة لوجستيا وتقنيا على التسجيل بمنظومة إيفاكس. ولاية تطاوين اللي هي تلف معناتها الجمهورية التونسية بصحراها الشاسعة بمعتمدياتها اللي بعيدة مثلا رمادة وذهيبة، لكن فما أماكن اللي زملائنا بالصحة العمومية ما نجموش يخلطوا لهم، واللي احنا بالإمكانيات نتاعنا نجمو ونخلطوا لها. أجل اللي عملناه هو العمل الليلي، معناتها نخرجوا عندنا ليزيكيب موبيل نتاعنا، الفرق المتنقلة يخدموا بالليل من 8 مساء إلى منتصف الليل، وهذاك اللي مكننا باش نمشيو للأهالي في ديارهم ونخرجوهم وندقوا عليهم الديار باش يلاقوا. الأسبوع الأول حوالي 10,000 عملية تطعيم تم تقديمها للمواطنين، نصف عدد الجرعات المبرمجة في هذه الحملة، ما يجعل التمديد في هذه الخدمات أكثر من منتظر في الأيام القادمة.